منتجات جربتها رائعة جداً وأنصحكم فيها من خلال تجربتي. أول شيء ببدأ معكم فيه البنوكساي لأني مرة أموت عليه. تخيلوا بنات، يعني بثلاث أسابيع تقريباً شال كل حبوب الظهر، فصار ظهري مرة صافي بعد معاناة طويلة من الحساسية. مرة رائع بنات، ومصورة لكم طريقة الاستخدام كاملة موجودة عندي بالحساب. التركيز اللي استخدمته 10%، استخدمته لظهري فقط، وجهي ما جربته فما أعرف النتائج فيه. غسول الجسم هذا بنات من دوب، بنات يجنن مرة، استخدمه تقريبا شبه يومي وكميته مرة راهية وبدون أي سولفات، بدون أي مواد ضارة، وحتى ما في يعني عطور أو منكهات، فمرة رائع للجسم وما يسبب حساسية. حتى لو ما حطيت بعد مرطب ما أحس إن جسمي فيه جفاف. غسول الجسم هذا من جونسون بخلاصة الرمان، بنات يجنن مرة والكمية برضو راهية. تقريبا استخدمه برضو بشكل يومي، مرات استخدم دوف ومرات جونسون. بنات مرة مرة حلو وريحته تبقى ثابتة في الجسم، بس مشكلتها انه شوي يجفف في البشرة فلازم ترطبون بعده، لكن اكيد ارجع اشتري. بنات هذا سكراب مع صابونية بنفس الوقت من جاردن اوريان، يجنن يا بنات يجنن بشكل مو طبيعي. اول شيء ريحته مرة حلوة كذا، ريحة يعني اشياء لذيذة بس ما اعرف شلون اوصف لكم، ويسوي توريد مرة حلو للمناطق، يعني مثلا الأكواع، الركب، كعب القدم، كذا تحسون فيها توريد حلو، عرفتوا التوريد اللي ما يصبغ في الجسم، تحسين كذا يعني كأنه شيء من ربي، فهمتوا؟ يجنن يجنن مرة. توني طايحة على هذا الديودرنت من دوف، مرة مرة عاجبني. شوفوا للأمانة توني شريته من فترة قريبة، لكن يعني مبدئيا مرة حبيته من ناحية إنه ما يمنع التعرق وطبي وما في أي عطور أو أي كحول. والشيء الثاني حسيت فيه نسبة ترطيب، ومن خلال استخدامي تقريبا لها الحين يمكن أسبوعين أو أقل من أسبوعين ما حسيت أن المنطقة عندي بدأت تتسمر، فمرة عجبني. بنات هذا السيروم شفت واحدة تستخدمه بالتيك توك فقلت لازم أجربه، وصراحة مرة مرة عجبني، من أفضل السيروم اللي جربتها لشعري بزيت اللوز والشيا. بنات يجنن مرة، عرفتوا اللي أحط منه نقطة بسيطة على شعري وهو مبلول، عرفتوا اللي ما أحس إن شعري فيه نفشة وحس كذا فيه ترطيب، فمرة عاجبني فأكيد أرجع أشتريه، وأخذته من مخازن العناية من جيوفاني. آخر شي بنات هذولي أفضل اثنين جربتهم لإزالة الميك اب، مرة مرة خيال. وإذا كنت حاطة ميك اب ثقيل وأحس إن بشرتي يعني مرة مكتومة ويعني أحتاج إنه يبيلها تنظيف، أول شيء أستخدم هذا من زيرو، كذا صاير كأنه زيت، يعني ما أدري كيف، هو تشوفونه كأنه كريم بس إنه يذوب على حرارة اليد، بعدين كذا تفركون فيه وجهكم، تذوبون كل الميك اب، بعدين أمسح بقرنيه. بنات ينظف البشرة بشكل ما تتخيلونه، كذا يطلع كل شيء في بشرتك، وحتى المسكرة يمسح المسكرة إذا كنتوا راسمين حواجبكم يمسحها، يعني حرفياً كل شيء ينظف لكم. واللي حبيته بعد إنه ما ينشف البشرة، يعني أحس بشرتي بعدها كذا مترطبة مو جافة، بعكس لما أستخدم القرنية بالحالة أحس إن شوي بشرتي تتجفف. تخيلوا بنات من كثر ما أني أحبه، شوفوا كيف العلبة 700 ملي وجلسة معي تقريبا إلى الآن شهرين وأنا يوميا أستخدم الميك اب. بس ودي أنبه عليكم بنقطة، إن مزيل زيرو في منه نوعين، الأزرق للبشرة المختلطة والدهنية، والوردي للبشرة الجافة والحساسة، بس للأمانة أنا الوردي ما ناسب بشرتي، مع أن أنا بشرتي جافة لكن ما ناسبني الوردي أبدا، كذا حسس بشرتي وصارت تتهيج، فصرت أستخدم الأزرق.